مساء الخير. بداية يصادف اليوم ذكرى أسبوع على مجزرة برج بارجرا، ولا بد لنا إلا أن نستذكر دائما الشهداء الذي قضوا على ورو تراب الوطن بدمائهم، وعلي أدعوكم للوقوف دقيقة الصمت على أدوارهم. صاحب السماحة مفتي الجمهورية، صاحب السماحة مفتي طرابلس، أصحاب السيادة، أصاحب المعالي، أصحاب السيادة والسعادة جميعا، إخواني وأخواتي، من الصعب جدا اعتلاء المنبر بعد محمد بركات وتحدث بعد كلماته المفعمة بمحبة صادقة. ولذلك أبدأ حديثي وكلمتي بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الخالق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أبدأ بهذا الحديث الشريف لأن فضائل الإنسان السامية تجلت فيه في ناحيتين: الأولى تساوي الخلق في رعاية الله سبحانه وتعالى لهم، والثانية تفاضل الناس عند الله بما يقدمونه من عمل صالح لبيئتهم وبني جنسهم. إن هذا التساوي وهذا التفاضل يشكلان سببا ليس فقط لفهم منطق الإنسانية، وإنما أيضا بكيفية قياسها. إخواني، نلتقي اليوم بدعوة من جامعة العزم لتكريم رجل الخير والعطاء الأخ محمد بركات، عميد الخير العربي بعد نصف قرن من العطاء، 50 عاما من العمل الدؤوب واكب فيها بعزم لا يلين ودراية وحكمة وواقعية الحداثة في مجال الرعاية الاجتماعية، وأدخلها في مجال عمله بدار الأيتام الإسلامية، فبات مثالا لحرصه على طائفته ومرجعا يحتز به بحسه الوطني. تمكن منذ السنوات الأولى لعمله من إطلاق عشرات الخدمات المستحدثة والمتخصصة، ومن تأسيس وتجهيز العديد من المنشآت الاجتماعية رغم الصعوبات الكبرى التي واجهها، لا سيما في فترة الحرب الأليمة. وكانت إرادته القوية ورغبته في التوسع بالعمل الاجتماعي سبباً لنجاحه في بناء وتطوير مؤسسة من أهم مؤسسات الخير في لبنان، يرعى فيها الجميع بدون تمييز ولا تفرقة بين منطقة ومنطقة وفئة وفئة. ربما يتساءل البعض عن سبب اختيار محمد بركات لتكرمه جامعة العزم. كيف لا؟ وبتكريمه نقول: قد كرمنا جميع العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية في الوطن، وها هي جمعية العزم والسعادة الاجتماعية التي تفرعت عنها مؤسسات اجتماعية وتربوية وجامعية وإنتاجية وصحية تعمل لزخم رجالات الخير من العاملين في هذا القطاع كالأستاذ محمد بركات، الذي حول تجربته نصيحة خير للعاملين في مؤسساتنا، فبات مثالا للتضحية في سبيل الناس وحاجاتهم. والتعاون معه أثمر بإنشاء مؤسسة تمكين المرأة في بيروت، ومن ثم مجمع الضدية للرعاية والتنمية، منشأة العزم والسعادة. وهو اليوم يبادر مشكورا إلى إبناء جامعة العزم بمدونته القيمة. إن جامعة العزم التي تحتضن احتفالنا اليوم هي أحد ثمرات مؤسسة العزم والسعادة الاجتماعية، وهي مسيرة مستمرة بإذن الله لخدمة أهلنا وأخواننا في طرابلس والشمال وكل لبنان. هدفنا هو الارتقاء بالمستوى الأكاديمي إلى مصافي الجامعات الأكثر تطوراً في العالم عبر التفاعل الأكاديمي وبرامجها المتطورة والمرنة.
التي تحاكي تطورات العلم المتسارعه. اخواني واخواتي اعزائي، هذه مناسبة خير، وكم يحتاج وطننا في هذه الأوقات لفتح أبواب الخير وطمأنة هذا الشعب الطيب والمكافح والبعيد عن اليأس والقنوط. ففي الوقت الذي تتناهر فيه القوى السياسية، يجتمع اللبنانيون على رفض الحرب والقتل والصراعات العبثية ونبذ الفساد والتمزق والتطيف وتحويل الطوائف والمذاهب إلى أحزاب سياسية، أو لنقل يتركونا على عدم السماح للتلطي وراء الطوائف أو المذاهب لتحقيق مكاسب لا تنعكس إيجابا ولا رخاء على وطن أو على طائفة أو مذهب. اللبنانيون يرتكون على ضرورة استمرار كافة أشكال الحوار للخروج من الحلقة المفرغة، ويتضررون فور تعرض أي فئة أو منطقة لاعتداء آفر. فالإجرام لا يميز بين مواطن وآخر ولا بين طائفة وأخرى، بل يضرب إناسا عاديين يمارسون حياتهم اليومية في كل مكان بشكل طبيعي. أيها الأخوة، لقد بات جليا بعد التضامن الجامع الذي أعقب التفجير الأخير وأوقع شهداء وجرحى أعزاء من وطننا، أن اللبنانيين باتوا أكثر مناعة وأكثر التحاما، وأتمنى أن ينعكس هذا التضامن الشعبي انفراجات على المستوى السياسي، وقد لاحظ بوادرها في رسائل الود التي تم تبادلها بين الأطراف اللبنانيين، وحسنا فعل، إذ لا يجوز أن يكون الحوار في الغرف المغلقة مخالفا لما يعلن للناس. فما قيمة السياسة بلا الناس؟ وما قيمة الأوطان بدون أهلها؟ وإذا كنا ندعو للحوار بين كل مكونات الوطن، فكم بالحريق بين أهل بيتنا وطائفتنا، حيث الحاجة أساسية إلى التلاقي والتفاهم والتعاون. وعملاً بالحديث الشريف أن يد الله مع الجماعة، أن يدنا ممدودة دائماً للجميع، ولن نحيد عن هذا النهج أبداً. بات لزاماً علينا جميعاً أن ننخرط في ابتداع حلول عملية لأزمات الوطن، وأولها وأهمها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية يتيح للبنانيين أن يجددوا إنتاج طبقة سياسية على حجم طموحاتهم ولو بحدها الأدنى. ومن منافي القول إن عمل الحكومة لا يجب أن يتوقف تحت أي ظرف كان، حفاظاً على أمن البلد واقتصاده المنهك. هذا الأمن ترعاه أجهزة أمنية فاعلة أثبتت مجدداً قدرتها على حماية أمن الوطن ووصول إلى ما يستهدف المواطنين بسرعة فائقة، وهي تتقدم بحرفية عناصرها على دول وأجهزة أمنية أكثر عراقة وقوة وإمكانات. فلهؤلاء جميعا دون استثناء تحية تقدير من مديرية المخابرات إلى الأمن العام، وأخص بالشكر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي تقوم بإنجازات نوعية لحماية الوطن وآخرها حماية مدينتنا الفيحاء طرابلس من تفجير كان يخطط له. صاحب السماحة، اسمح لي أن أرحب بك ترحيبا شخصيا، وهذا شرف كبير لنا أن تكون بيننا. إن وجودكم بيننا يضفي على مناسبة التكريم هذه الكثير من المعاني. فمرجعيتكم يا صاحب السماحة الحالية وموقعكم الكريم موضع رهان وتقدير منا جميعا، رهان لموقفكم الجامع دائما، وتقدير لدعوتكم للوحدة والتعاون، وهو الموقف الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل تخليص البلاد والعباد
من آفة الفرقة والتنابذ، ونؤكد معكم أن دور الإفتاء في لبنان ليس محصورا في الرعاية التي يقدمها لمسلمي لبنان فحسب، بل في التحرك لما يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين في كل مكان، لأن مسلمي لبنان يتأثرون بإخوانهم المسلمين من حولهم. لذا فأننا نعول على جهودكم لتعزيز قيم الإسلام الحقيقية في نفوس المسلمين في لبنان، وتوجيههم إلى ما يعزز الأخوة والتعاون بينهم وبين سائر إخوانهم في الوطن من أبناء الطوائف الأخرى، وتعزيز صلة المسلمين في لبنان بإخوانهم في الخارج عبر توطيد علاقتهم بالمرجعيات الدينية التي تعبر عن الإسلام الحقيقي وقيمة الجلالية والسامية وشرعتها السمحاء وفي مقدمها الأزهر الشريف. أننا ندعو لكم كما دائما بالتوفيق من الله عز وجل وأن يسدد خطاكم. أقول هذا يا صاحب السماحة والمكرم بيننا اليوم يمثل قيمة بذاته في الانفتاح والتعاون، وهو الذي لم يقطع صلة أو يمارس قطيعة مع أي مكون من المكونات الوطنية أو الإسلامية رغم كل الخلافات التي عصفت أو تعصف بينهم، فكان نموذجا للرجل الطيب والجامع والواصل بالحق بين الناس. أطال الله بعمرك يا أبا صالح، ومنك يستلهم الكثير، وستبقى دائم التكريم في ربوع منطقتنا ووطننا ومؤسساتنا. وشكرا لكم.